يكتب ويوم شرط في اسمك. مين ايدي كوهين؟ ايدي كوهين، سؤال مهم يا جماعه. ايدي كوهين ده واحد من منسوبي الوحده 8200. ايه الوحده 8200 الاول؟ هي وحده في الاستخبارات الاسرائيليه هدفها ممارسه الحرب النفسيه تجاه العالم العربي. ايدي كوهين يجيد اللغه العربيه بشكل كبير جدا، مهمته على السوشيال ميديا وخصوصا موقع منصه اكس يعني مهاجمه العالم العربي والتشكيك في القيادات العربيه والتشكيك في المحيط العربي و نشر الشائعات. هذه المسائل تتم في إطار مسألة تسمى في إسرائيل هندسة الوعي العربي، بمعنى أنه يبدأ يزرع في العقلية العربية مجموعة من الأفكار والحرب النفسية اللي تخلي المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي أداة طيعة في نشر الدعاية الصهيونية. ليه طيب وسائل التواصل الاجتماعي؟ هو ما يقدرش يطلع مع حضرتك على الشاشة، ما يقدرش يدخل على التلفزيونات العربية. ده يطلع معايا ايه؟ لا هو لا غير مين اللي يطلع معايا ده؟ ما يقدرش. فبيعمل ايه؟ هو عايز يوصل لحضرتك وللمشاهد بتاع حضرتك على الموبايل اللي هو ماسكه في ايديه. والحقيقه ان في عصر السوشيال ميديا وحروب الجيل الرابع وحروب الجيل السابع كمان هو بينجح في ده. فانا وصيتي بس للطلبه عندي، وصيتي للمصريين، كفايه تفاعل مع ايدي كوهين. وهقول لك دليل يعني. ايدي كوهين على صفحته بالعبري، هو عنده صفحه بالعربي بيكلمنا بيها وعنده خطاب مختلف تماما بالعبري بيكلم الاسرائيليين بيه. عمل فيديو اتعشى من ان انا ترجمه قريبا يعني. الفيديو بيخاطب فيه الاسرائيليين بيقول لهم ايه؟ ما تنشروش اعداد القتل. في ناس قاعده على السوشيال ميديا العبريه هم خبراء عرب يجيدون اللغه العبريه ويترجمون كل ما يكتب وكل ما يقال، ويرفعون الحاله المعنويه في الشارع العربي، ويرفعون الحاله المعنويه للمقاومه، وينشرون الذعر الاسرائيلي من المقاومه. فكفايه نشر لاخبار الانتصارات العربيه. فبالتالي مش معقوله يعني اذا كان ايدي كوهين بيحذر الاسرائيليين من نشر الاخبار التي ترفع معنوياتنا كعرب، ان احنا نكون نستسلم لما يبثه من دعايه سلبيه. وهو مش الوحيد، هو ومجموعه تانية معروفه طبعا ابرزهم ابي خاي ادري. هل هو كده ضابط في الاستخبارات العسكريه؟ مش شرط يكون ضابط لكنه مستشرق. هم بيعتمدوا على مجموعه من المستشرقين او المستعربين اللي هم يجيدون اللغه العربيه لانهم من اصول عربيه او درسوا العربيه في اروقه الشباك والموساد واجهزه المخابرات المختلفه. لكن كل ما استطيع ان اؤكده لك، وليس وجهه نظر لكن معلومات واعترافاتهم هم كمان، يعني مش لازم اقول لك انها معلومات سريه وكذا، لا، هم بيعترفوا ان هم جزء من الوحده 8200 وهدفهم نشر الدعايه السلبيه في العالم العربي من خلال وسائل التواصل. بلاقي دكتور عبود انه بتوع جماعه الاخوان الارهابيه هم اكتر ناس بيتفاعلوا معاه وبياخدوا ويقعدوا يروجوا ليه. للأسف الشديد يعني أخطر ما يحز في نفس البني آدم كإنسان مصري ما يفعله الإخوان الإرهابيون. يعني أنا لما بشوف على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي إن كل كذبة إسرائيلية وكل دعاية إسرائيلية وكل شائعة إسرائيلية يتم تبنيها من صفحات الإخوان، ويتم تبني يعني يا أستاذ أحمد في بعض صفحات الإخوان مش عايز أقولها عشان ما أعملهاش دعاية، بتتبنى فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وبتضغط على مصر ببكائيات حوالين التهجير. يعني مش ممكن يعني إذا كان الإسرائيليين بيعملوا هذا الأمر لأغراض توسعية استيطانية، مش ممكن جماعة الإخوان الإرهابية تتماهى مع الأهداف الصهيونية. أنا الحقيقة